التلاميذ عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص التذكير والتثبيت لدروس مادة الرياضيات للمستوى الثالث. درسنا اليوم سيكون القسم حساب الخارج المضغوط. إذن الطريقة الأولى التي سنستعملها هي طريقة، نعم أحسنتم، التوزيع بالتساوي، التوزيع بالتساوي. إذا لاحظوا معي في البداية، كم من قلم مع خديجة؟ مع خديجة 14 قلما. ستبدأ بتوزيع هذه الأقلام على أصدقائها الثلاثة. إذا نبدأ التوزيع. إذا قبل ذلك لاحظوا معي بأن الأطفال الثلاثة ليس لهم أقلام، إذا رصيدهم من الأقلام هو صفر. نبدأ التوزيع إذا. نعم لاحظوا معي، إذا أصبح رصيد الطفل الأول واحد، كم بقي مع خديجة؟ 13 قلما، نتابع التوزيع، إذا قلم واحد لكل طفل في كل مرة بهذه الطريقة. نعم كل مرة ينقص عدد الأقلام بحوزة خديجة. نعم إذا وصلنا الآن إلى توزيع قلمان لكل طفل، وبقي مع خديجة 9 أقلام. إذا هل يمكن أن نتابع التوزيع؟ بالفعل يمكننا ذلك. إذا نتابع. نعم نعم جيد. نعم إذن الآن حصل كل صديق من أصدقاء خديجة على 4 أقلام. هل يمكننا أن نتابع التوزيع؟ أحسنتم، لا يمكننا ذلك. لماذا؟ جيد، لأن عدد الأقلام الذي بقي مع خديجة هو 2، وهو أصغر أو العدد أصغر من عدد الأصدقاء. إذن هذه الطريقة الأولى. نتذكر معا الآن الطريقة الثانية المستعملة. ما هي الطريقة الثانية التي كنا نستعملها؟ أحسنتم، إذن الطرح المتكرر. إذن نبدأ ب14، أي عدد الأقلام ناقص 3. 3 هو عدد أو الأقلام التي سنوزعها على كل على الأطفال الثلاثة. إذا كل مرة سنعطي لكل طفل قلما واحدا. إذا 14 ناقص 3 تساوي 11. كم بقي مع خديجة الآن؟ 11 قلما. نطرح منه 3 أقلام أخرى نوزعها على الأصدقاء الثلاثة، فنحصل أو يبقى مع خديجة 8 أقلام. كم لكل طفل من قلم الآن؟ أحسنتم، لكل طفل قلمان، القلم الأول من التوزيع الأول أو العملية الأولى، والقلم الثاني من حصلنا عليه بالعملية الثانية. نتابع. 8 ناقص 3 تساوي 5. إذا بقي الآن مع خديجة 5 أقلام. ثم 5 ناقص 3 تساوي 2. هل يمكننا الآن أن نتابع التوزيع؟ أحسنتم، لا يمكننا ذلك، لأنه لا يمكن أن نطرح من العدد 2 3، وبذلك قمنا ب4 عمليات طرح. أخذ كل طفل كم؟ 4 أقلام. وكم بقي معنا في الأخير؟ أو بقي مع خديجة؟ بقي معها قلمان فقط. بقيت لنا طريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ أحسنتم، الطريقة الثالثة هي توظيف مضاعفات العدد 7 أو العدد 3 عفوا. إذن هذا يستوجب علينا مراجعة جدول الضرب. إذن نبدأ. 3 في 1 تساوي 3. 3 في 2 6. 3 في 3 9. ثم 3 في 4 12. 3 في 5 15. لاحظوا معي،
عشر من مضاعفات العدد ثلاثة. نعم أحسنت، إذن 14 ليس من مضاعفات العدد ثلاثة. وبذلك نلاحظ أن 14 ليس من مضاعفات العدد ثلاثة. العدد 14 جاء محصورا بين ماذا وماذا؟ بالفعل جاء محصورا بين 12 و 15. وبذلك نكتب 12 أصغر من 14 و 14 أصغر من 15. إذن هل سنوزع، هل نستطيع توزيع 5 أقلام على كل طفل؟ بالطبع لا يمكننا ذلك، لأننا بذلك سنكون قد وزعنا 15 قلما، وما بحوزة خديجة هو فقط 14 قلما. إذن بماذا ستكتفي خديجة؟ جيد، ستكتفي بتوزيع 12 قلما فقط، فيكون الخارج بذلك هو 4، أي 4 أقلام لكل طفل، والباقي هو 2 نحصل عليه من خلال العملية 14 ناقص 12. جيد. الآن لتوزيع 14 قلما بالتساوي على الأصدقاء الثلاثة نكتب 14 تساوي 3 مضروبة في 4 زائد 12. هذه الوضعية هي ماذا؟ هي وضعية توزيع بالتساوي، مما يعني أن كل وضعية توزيع بالتساوي هي وضعية قسمة. أعيد، هذه الوضعية هي وضعية توزيع بالتساوي، وكل وضعية توزيع بالتساوي هي وضعية قسمة. نكتب المتساوية كما سبق وأن تطرقنا إليها. 14 يسمى المقسوم. نعم أحسنتم. 3 ماذا يمثل لنا؟ العدد 3 نعم يمثل لنا المقسوم عليه، المقصود به هنا هو عدد الأصدقاء. أحسنتم. نعم، ثم العدد 4 ماذا يمثل لنا؟ نعم يمثل لنا الخارج، والخارج هنا هو عدد الأقلام التي حصل عليها الأصدقاء الثلاثة. و2 بالفعل 2 هي الباقي، أي ما بقي مع خديجة من عدد الأقلام. ما يجب أن نتذكره جيدا أعزائي عزيزاتي هو أن القسمة هي عملية توزيع بالتساوي. إذن نقوم بالتوزيع بالتساوي أو تجميع بالتساوي، بحيث جميع الحصص المحصل عليها متساوية، الباقي أصغر من عدد المستفيدين، الباقي دائما يكون أصغر من عدد المستفيدين. أعيد، القسمة هي عملية توزيع بالتساوي أو تجميع بالتساوي، بحيث تكون جميع الحصص متساوية، والباقي دائما يكون أصغر من عدد المستفيدين. ننتقل الآن إلى نشاط آخر. إذا لاحظوا معي المتساوية، متساوية القسمة. إذا نقول ماذا؟ 41 مقسوم على 5 يساوي 8 زائد 1، 1 هو الباقي. أعيد، نقول أن 41 مقسوم على 5 يساوي 8 والباقي 1. المطلوب الآن هو أن نتمم هذه المتساوية. إذا لدينا العدد 29، إذا لدينا العدد 6، إذا 29 مقسوم على 6 كم يساوي؟ إذا سنحتاج هنا إلى ماذا؟
أحسنتم إلى مضاعفات العدد 6. إذا ما هو العدد الذي سنضربه في 6 ونصل بذلك إلى العدد 29 أو نقترب له؟ نعم أحسنتم. إذا 6 في 4، 6 في 4 كم تساوي؟ جيد، تساوي 24. كم ينقصنا لكي نصل إلى 29؟ بالضبط ينقصنا 5. إذا 29 مقسومة على 6 تساوي 4 والباقي هو 5. متساوية أخرى، 33 تساوي 4 مضروبة في كم زائد كم؟ إذا لدينا 33 مقسوم على 4 يساوي كم وما هو الباقي؟ إذا ما هو العدد الذي سنضربه في 4 ونقترب بذلك من العدد 33؟ فكروا قليلا. نعم إذا هذا العدد هو 8. إذا 4 في 8 تساوي كم؟ نعم 32. يبقى لنا إضافة 1 للوصول إلى 33. متساوية أخرى، نعم العدد 58. 58 مقسوم على 9 يساوي كم زائد كم؟ إذا سنحتاج هنا مضاعفات العدد 9. إذا ما هو العدد الذي سيقربنا، الذي سنضربه في 9 ويقربنا من 58؟ أحسنتم. إذا سنضرب العدد 9 في كم؟ في 6. إذا 9 في 6 كم تساوي؟ جيد، تساوي 54. بقي لنا أن نضيف 4 للوصول إلى 58. المتساوية الأخيرة، لدينا المقسوم هنا هو 17 والمقسوم عليه هو 3. ماذا سيكون الخارج وماذا سيكون الباقي؟ لاحظوا معي، إذن سنحتاج هنا مضاعفات العدد 3. جيد، إذن 3 في كم؟ نعم بالفعل 3 في 5 تساوي 15 ونضيف 2 لكي نصل إلى المقسوم وهو 17. أحسنتم أعزائي عزيزاتي. الآن ننتقل إلى نشاط آخر، النشاط الثالث، انتبهوا معي جيدا. إذا في حصة التربية البدنية قررت الأستاذة إجراء مباراة في كرة السلة، فقسم التلاميذها البالغ عددهم 30 إلى 5 فرق. ما هو عدد التلاميذ في كل فرقة؟ إذا ماذا سنفعل هنا؟ المطلوب منا هنا وماذا؟ نعم بالفعل، إذا نريد أن نعرف كل فرقة، هذه الخمس فرق، كم كل فرقة كم سيكون فيها من تلميذ؟ إذا بماذا سنستعين هنا؟ نعم إذا سنستعين بجدول ضرب العدد 5. ونبدأ 5 في 1 5، 5 في 2 10، ثم 5 في 3 15، ثم 5 في 4 20، نعم 5 في 5 25. هل وصلنا إلى العدد 30؟ ليس بعد. نعم 5 في 6 تساوي 30. أحسنتم أعزائي. إذا وبهذا وصلنا إلى العدد 30. إذا 5 في 6 تساوي 30، نكتب بذلك 30، أي عدد التلاميذ يساوي كم؟ يساوي 5، أي 5 فرق مضروبة في 6. 6 ما هي؟ 6 هي عدد التلاميذ في كل فريق. أحسنتم. ويبقى لنا الباقي هو 0. في هذه الحالة عندما يكون الباقي 0 نقول أن عملية القسمة مضبوطة لأن الباقي هو 0. جيد، نشاط آخر. إذن سأقرأ لكم النشاط.
بمناسبة العيد تريد الأم توزيع مبلغ العيدية البالغ 24 درهما على أولادها أحمد وفاطمة، فلنساعدها لتقسم هذا المبلغ على الطفلين بالتساوي ونحدد معا المبلغ المتبقي. إذن سننجز هذا النشاط جماعة على السبورة. إذن نحدد أولا العناصر، عناصر المتساوية. لدينا 24، ما هو 24؟ أحسنتم، 24 هو المقسوم، المبلغ الذي تريد الأم تقسيمه يساوي كم؟ على كم تريد تقسيم هذا المبلغ؟ إذن على أولادها أحمد وفاطمة، أي على اثنان. إذن اثنان سنضربها في عدد ونضيف لها الباقي، إذن هذا سيكون هو الخارج، أي نصيب كل طفل بالفعل. إذن العدد المقسوم هنا هو 24، سنقسم 24 على طفلين، على كم سيحصل كل طفل وكم هو المبلغ المتبقي. إذن ماذا سنحتاج هنا؟ بالفعل سنحتاج إلى مضاعفات العدد 2. إذن ما هو العدد أو العدد الذي سنضربه في 2 لكي نصل إلى 24 أو نقترب إليها؟ أحسنتم، إذن هذا العدد سيكون هو 12. أحسنتم، 12. إذن 12 في 2، إذن 2 في 2 تساوي 4، و 2 في 1 تساوي 2، وبذلك نحصل على العدد 24. إذن 2 في 12 تساوي 24. هل هناك مبلغ متبقي؟ لا. إذن نكتب هنا الباقي هو 0. نعم جيد، إذن الباقي هنا هو 0. إذن هذه القسمة هي قسمة كما سبق وتعرفنا؟ نعم هي قسمة مضبوطة، لأن الخارج، لأن الباقي عفوا يساوي 0، وبذلك سيحصل كل طفل على 12 درهما. جيد، ننتقل الآن إلى نشاط آخر وهو النشاط الخامس. إذن أحسب في دفتري ثم أتمم الجدول. إذن خذوا دفاتركم وابدأوا بالإجابة. إذن لدينا المقسوم، المقسوم عليه، الخارج، والباقي. إذن سنحاول إتمام هذا الجدول. لدينا العدد 49 هو المقسوم، المقسوم عليه هو 7. إذن نريد أن نتعرف كم هو الخارج وكم سيكون هو الباقي. إذن بنفس الطريقة سنستعمل متساوية. إذن نكتب 49 تساوي كم؟ تساوي 7 مضروبة في عدد زائد عدد. إذن ما هو العدد الذي سنضربه في 7 لكي نصل أو نقترب من 49؟ نعم أحسنتم، إذن 7 في 7، إذن 7 في 7 تساوي 49، والباقي سيكون هو 0، إذن كما هو مبين عندكم على الشاشة. نعم ننتقل إلى المتساوية الثانية. لدينا المقسوم هو 81 والمقسوم عليه هو 9. إذن نكتب مرة أخرى، 81 يساوي 9 مضروبة في عدد زائد عدد. فما هو العدد الذي سنضربه في 9 لكي نقترب أو نصل إلى 81؟ نعم، إذن سنضرب 9 في 9 تساوي 81، والباقي هو 0، كما هو موضح
أمامكم على الشاشة. المتساوية الأخيرة الآن. إذا لدينا المقسوم عليه هو 6، الخارج هو 10، والباقي هو 1. إذا ما هو العنصر الذي ينقصنا من المتساوية؟ نعم، إذا هو المقسوم. إذا نكتب، نكتب 6 مضروبة في 10 زائد 1 كم تساوي؟ إذا 6 في 10 تساوي، نعم، 60، أحسنتم. نضيف لها 1 أي 61، وبذلك يكون المقسوم هو 61، أحسنتم. وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا درسنا لليوم، آمنين من الله عز وجل أن يوفقكم، وأتمنى لكم مزيدا من الاجتهاد والتوفيق بإذن الله. إلى اللقاء في فرصة قادمة.